أبرمها النادي أرسنال الإنجليزي وأرسن فينجر في الموسم الحالي في تشكيلة الجانرز. أمال الأنصار، العشاق، الجماهير وما أكثرها لنادي أرسنال. كلا الفريقين كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء في اللقطة الماضية، أي هدف في مباراته الأولى. الأرسنال مقطوع الكرة لفولف سبورت، تسديدة من خارج منطقة الجزاء. دي بروين يسدد بقدمه اليسرى في اللقطة الماضية لكنها تعتلي العارضة بقليل خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي الأرسنال. نادي فولفسبورغ، مجددا الكرة الخطيرة في اللقطة الماضية. عديد فعلا النجوم والسوبر ستار الذين قدمه أرسنال، لكن لدينا الهجوم. كرة فيها هدف، فيها هدف، في اللقطة الماضية. والكوت من الطرف الأيسر تقدم وسدد كرة، وبرافو بينالديو حارس مرمى فولفسبورغ. التمريرة ما فيها أي راية بشكل جميل ورائع. هذه اللقطات وهذه الجمل الفنية الرائعة في عالم المستديرة من واحد من المعلمين الكبار مسعود أوزيل. يلعب له تمريرة ليست بأوزيل، بقدم يسرى تصنع المتعة في عالم كرة القدم. لكن لدينا دي بروين لفولفسبورغ من أمام بن دينتر. العرضية الماضية عدت ومرت لكنها ما زالت قائمة لمصلحة فولفسبورغ. من الجبهة اليسرى تنقل العرضية، الدفاع يتدخل والتصويبة خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا كراش، محاولات نادي فولفسبورغ تستمر وتتوالى حتى اللحظة، وتم تسديده في اللقطة الماضية. وديتر هاكينج المدرب الألماني، 50 عام بالنسبة لهذا المدرب منذ 2012 وهو يقود نادي فولفسبورغ فنيا، وربما قادما كان من نادي نورنبيرغ، وربما الموسم الماضي هو أفضل مواسم في طوال مشواره التدريبي بالنسبة لديتر هاكينج. ركلة ركنية حاضرة لمصلحة نادي فولفسبورغ، تنقل في منطقة الجزاء الرأسية. ليون بالستة، قاسية كانت على الفريق الفرنسي نادي ليون. مباراة الثانية هو عموما الجولة الاعدادية والكرة الخطيرة. والكوت، 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 هي جول. هذه نقلة وتمريرة من ذهب يا والكوت، لكن النهاية لم تكن كذلك. لاحظ الكرة من وسط الملعب، يا سلام، ويلشاير بالقدم اليمنى خلف دفاعات فولفسبورغ دون راية، دون تسلل. الاستلام 10 على 10 يا والكوت. هنا لحظة التمرير وثيو والكوت في موقف التسلل، وفعلا قرار سليم من حكم اللقاء. هي الركلات الركنية لفولفسبورغ لكنها لا تستثمر حتى اللحظة. كرة نقلة بينية، تسديدة من داخل المنطقة، كلوزة في الكرة الماضية لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي أرسنال، وليس كلوزة النجم الألماني. كلوزة النجم الألماني، هذه الكرة ما تروح برا. كانت التمريرة من مونريال تعود إليه مجددا. مونريال يلعب كرة، أوزيل بشكل جميل ورائع. ناتشو مونريال من الطرف الأيسر هو من بدأ الكرة، لاحظ وصلت إلى أوزيل. يا سلام، يا سلام، يا سلام على هذه النقطة. معلم أوزيل، إذا تحرك أوزيل يتحرك أرسنال، وإذا
انطلق أوزيل فانتظر خطورتك أن نستمتع باللقاء. المتعة دائما وغالبا في عالم الساحرة المستديرة ما تكون حاضرة تبعا للأهداف. إن حضرت الأهداف تشاهد الفرجة والمتعة والإثارة والرتم العالي. لدينا هنا أديلايدي نقلة خطيرة، هي جول والكوت، الله الثالثة ثابتة يا والكوت بعد فرصتين في الشوط الأول. هنا في شوط اللقاء الثاني أقل من 5 دقائق لم ينتظرها الجنرز ليصيب شباك فولفسبورغ بأول الأهداف بتبديل ناجح بالنسبة لأرسن فينجر. من سجل هو ثيو والكوت. من هنا كانت البداية، برافو أديلايدي، مرور جميل، فتح للمساحات، تمريرة رائعة، برافو أديلايدي، برافو للأمانة، يعني عمل شغل كبير في الكرة الماضية. هو من مر أولا، فتح المساحة ومرر كرة متقنة إلى المنطلق والكوت، وبحس الهداف الكبير يضعها على يساري بيناليو، هدف أول لمصلحة الجنرز. سعيد بالهدف بطبيعة الحال أرسن فينجر، سعيد بالأداء، سعيد بالجملة الرائعة التي قدمها لاعبي الأرسنال في جملة الهدف الماضي في مكان ليس ببعيد عن منطقة جزاء الجنرز. تقدم أكثر من لاعب من لاعبي فولفسبورغ في منطقة الجزاء الآن. رودريغيز نقلة خطيرة داخل المنطقة الرأسية لديو لافوجي، لكنها خارج أرضية الملعب على ما يبدو. كان هنالك أيضا صافرة تمرير فعل، جيو لافوجي متسللا وركلة حرة حاضرة. القدم الإنجليزية هنالك ستنزل منافسة إن لم تتسلح فيها بخير عتاد لن تذهب بعيدا. وهنا المحاولة لبروي، مرور سلس لم تكن كذلك للمنجيكي دي بروي اللي ممكن أن يكون حاضرا لمواجهة الأرسنال لكن بقميص السيتي في منافسات البريمير ليج. هو من يمر في اللقطة الماضية يسدد لكرة يسارية لفولفسبورغ في اللقطة الماضية حتى تغيير أيضا فولفسبورغ. كان بيوري اللاعب الذي نزل أرضية الملعب بديلا للبرتغالي فيرينيا. بروين يملك كرته، يحاول أن يتقدم، خطيرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، المحاولة تبعد وما زالت قائمة. رودريغيز يتقدم يمرر إلى ويلشاير، ويلشاير إلى أكبوم، أكبوم إلى والكوت على لقب بطولة الدوري. يعني لابد أن يملك دكة كاللاعبين اللي في أرضية الملعب. كرة فيها هجوم آخر، كاري جوري يحاول، مقطوعة كرة التسديدة من خارج المنطقة، تراش ما زالت قائمة لمصلحة الشويرل، يعيد عرضية داخل المنطقة. فولفسبورغ يهاجم والتسديدة، الله تيو لافوجي برافو، لكن الأروع في اللقطة الماضية من العملاق بيتر تشيك، تصدي رائع. هذه كرة صعبة تسديدة فيها القوة، أرضية زاحفة، وبيتر إلى تشامبرلين في الطرف الأيمن. تشامبرلين يملك كرته، محاولة المرور يا سلام شكل جميل، لاعب نشيط وسريع فعلا، مر وعدى، يتقدم من الجبهة اليمنى تشامبرلين البديل. يا سلام يا سلام يا سلام على المهارة العرضية الخطورة للأرسنال، ملعوبة الكرة عدت عدت ومرت للبدلاء. تشامبرلين عمل شارع مفتوح من الجبهة اليمنى، تلاعب من رودريغيز مر، بعد ذلك جون فاجي ما نفع، مصر على المرور. تشامبرلين بشكل رائع مرر إلى آرون رامزي، كرة ملعوبة حاضرة لمصر حتى الأرسنال الخطيرة، أكبوم والمحاولة إجمالا كانت حاضرة وبشكل جميل لمصلحة نادي الأرسنال. يتقدم للتنفيذ كازورلا، والخطأ والكرة الثابتة خلفية إلى كازورلا، كازورلا على مشارف المنطقة يمرر كرة لمصلحة الأر للمرة الرابعة. أرسنال، فالنسيا، غالاتاساراي، نيويورك الريد بولز وهامبورغ، وفعلا صافرة الختام متابعينا الكرام. من حكم اللقاء ينتصر أرسنال بهدف مقابل لا شيء.